طيب نكمل يا جماعه. طيب انا دلوقتي ايه، انا بالنسبه لي السنترفيوجال فورس دي فيكتيشس فورس. احنا كده خلصنا كده ايه، لو تكمل التالت اتكلمنا عن الفريم اوف ريفرنسز والانيرشال والانيرشال. انا في فيديو هبعته لكم عليه برضه عشان تبقى اوضح يعني، كنت شفته على اليوتيوب كان لطيف يعني هيفهمكم الدنيا اكتر عشان في حاجات شايفينها بعينيكم يعني. طيب نبدا بقى ايه، نتكلم في الاوت كام الرابع. طيب نيجي نتكلم عن حاجه مهمه قوي اللي هي الماس. طيب الماس دي بتعبر عن ايه؟ عن الكونتنت اوف ماتيريال اللي هي انكلودد جوه البادي بتاعنا، سواء بقى بوكس جسم الانسان عندي كوره، يبقى هي بتعبر عن ايه؟ الكوانتيتي اوف ماتيريال اللي موجوده. طيب انا لو جيت اشوف الماس على الارض جيت اشوفها على القمر، هل الماس هتختلف؟ لا لان نفس الاتومز مثلا، ما هو جسم الانسان او جسم اي حاجه عباره عن اتومز، لان الاتومز اللي موجوده هنا هي الاتومز اللي موجوده هنا فما اختلفتش، فبالتالي الكونتنت اوف ماتيريال اللي موجود جوه البادي ثابت، فبالتالي ايه الماس ثابته. طيب ايه بقى اللي بيتغير؟ الويت. طيب ليه الويت بيتغير بقى؟ الويت ده بيعبر عن الاتراكشن مثلا بتاع الارض للجسم او بتاع المون للجسم او بتاع اي حاجه للجسم. طيب احنا كده الاول كده ايه، هياخدنا للجرافيتي. طيب يعني ايه الجرافيتي؟ نيوتن جاب في كتابه الشهير قوي نيوتن برينسيبيا، معلش ممكن تقول تاني الويت بيتغير ليه؟ انا لسه بقوله ده بسبب الجرافيتي، انا لسه اه تمام ماشي. جه في كتاب مشهور قوي اسمه نيوتن برينسيبيا. بيقول نيوتن برينسيبيا ده ايه، بيقول ان every particle in the universe attracts every other particle in the universe. طيب ازاي؟ الكون بتاعنا ده فيه كميه بوديز كتير قوي، يعني مثلا تعالوا كده ايه، اي حد مثلا قاعد اهو، سواء مثلا انت ماسك الموبايل او قاعد قدام اللاب وجنبك حيطه ودولاب ومرايه ومش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ اتراكشن فورسز على ايه؟ بعضها. يبقى اي حاجه في اليونيفيرس بتعمل اتراكشن فورس لاي حاجه ثانيه. طيب ليه بقى احنا ما بنحسش بالكلام ده؟ الاول بس كده الاول ايه؟ هنتكلم عن الاتراكشن الاول. طيب دلوقتي تخيلوا مثلا انا عندي تو بوديز بس موجودين، هنعتبرهم كده بارتكلز لحد دلوقتي كده، اثنين بارتكلز كل واحد فيهم له ماس، ده له ماس 1 وده له ايه؟ ماس 2. دلوقتي حسب كلام نيوتن ان كل واحد فيهم ايه؟ هيجذب التاني. طب انا عندي ام 1 هيعمل اتراكشن فورس على ام 2 ناحيته، تمام؟ فالفورس دي هسميها ايه؟ اف 1 2، لان ايه دي الفورس اللي بيعملها 1 على 2، يبقى 1 بيعمل اتراكشن على 2. طب تعالوا نشوف الفورس اللي بيعملها 2 على 1، يبقى 2 بيحاول يعمل ايه اتراكشن لايه، ل 1 ناحيته از رياكشن اللي ده عمله زي نيوتن سيرد له ما قال. يبقى انا عندي ايه اف 2 2. طب بما ان ده رياكشن لده يبقوا الاثنين ايه بقى، ايكوال ان ماجنيتيود اوبست ان دايركشن، يبقى اف 1 2 ايكوال 2 نيجاتيف اف 2 1. ده معناه ايه؟ النيجاتيف دي معناها بتنديكيت ان هم في اوبوزيت دايركشن، والايكوال بتقول ان هم عندهم نفس ايه؟ الماجنتيود. يبقى هم ايكوال الماجنتيود واوبوزيت ايه؟ ان دايركشن، كل واحد فيهم بيعمل اتراكشن لايه؟ للثاني. طيب ده بنستنتج من الحوار ده حاجه، ان دايما الجرافيتيشنال فورس بتكون ايه؟ اتراكشن فورس، ما بتكونش ريبالشن. يعني احنا مثلا عندنا ايه؟ اللي بيحصل فيها مثلا اتراكشن، في حاجات بتحصل فيها اتراكشن وريبالشن زي الماجنت مثلا، النورث والساوث بيعملوا اتراكشن والنورث والنورث بيعملوا ريبالشن. طيب انا عندي ايه دلوقتي، عرفت ان الجرافيتيشنال فورس تمام بتكون ايه، بتكون اتراكشن فورس بس ما بتكونش فيها ريبالشن. طيب احنا كنا قلنا الفورسز انواع، الكونتاكت فورس والايه والفيلد فورس، فاكرينها؟ طيب يبقى احنا كده نعرف ايه، ان الجرافيتيشنال فورس دي تعتبر فيلد فورس. طيب تعالوا كده ايه الاول كده، نيوتن لما جه يشوف يعمل بقى ايه الريليشن ما بين التو بوديز دول، يشوف الاتراكشن بقى فورس عباره عن ايه بقى الريليشن ما بينهم، لا ان الفورس دي الاف بتاع الجرافيتي دي ما بتاع الاثنين بوديز بتبقى عباره عن ايه، لقاها دايركشن مع المالتيبليكيشن بتاع التو ماسز، يبقى هي دايركشن مع ام 1 مالتيبلايد باي ام ايه 2. ونيوتن برضو
لقى ان الجرافيتيشنال فورس دي لقاها ان هي inversely proportional مع الديستانس سكويرد. يبقى هو نيوتن استنتج ان الجرافيتيشنال فورس تمام بتبقى ايه دايركت بروبورشن مع المالتيبليكيشن اوف تو ماسز وانفرسلي بروبورشن مع الديستانس سكوير ما بينهم. طيب في بما ان الايه الفورس انفرسلي بروبورشن مع الديستانس سكويرد فده اسمه ايه انفرس سكوير لو. تمام اعرفوا كده اسمه ايه انفرس سكوير لو. انت خدت حاجه زيها في العادي كده كان اسمه قانون التربيع العكسي، فاكر حاجه زي دي؟ فاكر اللي هي الحاجه بتتناسب عكسيا مع ايه مع مربع المسافه اللي هو فعلا ايه ان انا عندي الحاجه دي ايه انفرس بروبورشن مع الديستانس سكوير. طيب نيوتن وقف على كده لحد ما جه واحد ابن حلال كده بعد نيوتن. احنا عارفين ان طالما حاجتين ما بينهم بروبورشناليتي لازم يبقى فيه ايه كونستانت مضروب في الحاجه دي. يعني مثلا انا لو عندي مثلا ايه دايركت بروبورشن مع بي فيبقى انا عندي ايه ان الايه equal b كي بي الكي ده اللي هو ايه عباره عن كونستنت. تمام فانا المفروض يكون عندي الايه الاف جي equal كونستنت مضروب في ام 1 في ام 2 اوفر ايه دي سكوير. طيب جه واحد بس اسمه هنري كافندش اكتشف الكونستنت ده والكونستنت ده سماه ايه الجي اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت. اسمه ايه اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت. هنري كافندش قاعد يجيب ويجرب ويعمل ويحسب الفورسز بميثود مختلفه لحد ما قال الكونستنت ده اللي هو ايه الجي اللي هو اليونيفرسال جرافيتيشنال كونستنت. طيب اسمه يونيفرسال يبقى معناه كده ان هو ايه ثابت في كل حته في اليونيفرس بتاعنا. تمام يبقى انا عندي ان الاف جي تمام ايكوال جي ام 1 ام 2 اوفر ايه الدي سكوير. طيب الجي ده تقريبا الفاليو بتاعته تقريبا يعني مش فاكر تقريبا 6.67 تمام ملتبلايد باي ايه 10 باور نيجاتيف 11. عظيم قوي. طيب معنى كده حاجه صغيره قوي صغيره بدرجه احنا يعني ايه صغيره بدرجه مهوله يعني تعتبر قد تكون زيرو يعني بالنسبه لنا. طيب الاول كده عايزين نعرف اليونت بتاع الجي. طيب انا عندي الفورس اليونت بتاعها ايه نيوتن. انا عندي نيوتن ايكوال اليونت بتاع الجي ملتبلايد باي الام والام اليونت بتاعها ايه اليونت بتاع المس ايه يا جماعه كيلو جرام. عظيم. طب دي ماس في ماس يبقى كيلو جرام سكوير اوفر اليونت بتاع الديستانس ايه متر يبقى متر سكوير. فانا لما عاوز اجيب اليونت بتاع الجي بقى هلاقي ايه نيوتن متر سكويرد اوفر كيلوغرام سكويرد يبقى ده اليونت بتاع ايه الجي. طيب تعالوا كده نجيبها كدايمنشنال اناليسيس يا جماعه كده. طيب انا عندي النيوتن عباره عن ايه ده اليونت بتاع الفورس اللي هو عباره عن ماس في اكسلريشن. طيب انا عارف ان الماس بكام بكيلوغرام صح الاول كان نحللها. يبقى انا عندي ايه النيوتن عباره عن كيلو جرام ملتبلايد باي ايه متر بير سكند سكويرد. طيب وعندي اللي فوق ده يعني ده كده اليونت بتاع الايه النيوتن ملتبلايد باي ايه متر سكويرد اوفر كيلو جرام سكويرد. فالكيلو جرام اللي فوق هيروح مع السكويرد اللي تحت فيبقى هلاقي ايه ان هو عباره عن متر باور 3 اس باور نيجاتيف 2 كيلو جرام باور نيجاتيف 1. ها فده كده لو جينا نكتبه بالدايمنشنال اناليسيس هيبقى ايه بقى ال باور 3 تي باور نيجاتيف 2 والكيلو جرام بقى ايه اللي هي الام ام باور نيجاتيف 1. ده كده من ناحيه ايه الدايمنشنال اناليسيس. يبقى انا لو جيت اجيب الدايمنشنال اناليسيس بتاع الجي هتبقى كده. طيب انا كده اتكلمت عن الجي واليونت بتاعها وقد ايه. طب تعالوا كده تخيل كده اتنين اصحاب المفروض اي اتنين واقفين قصاد بعض هيبقى في ايه ما بينهم ايه اتراكشن. طب تعالوا نشوف بقى ليه الاتراكشن ده يعني ايه ما بنحسوش. طيب تخيلوا مثلا متوسط مثلا واحد وصاحبه واقفين قصاد بعض ده مثلا 70 كيلو ده 70 كيلو. فلو جينا نحسب الاف جي ما بينهم والاتنين مثلا ما بينهم متر قول 2 متر كمان اف جي عباره عن
6.67 تمام multiplied by a 10 power negative 11. كل ده مضروب في ايه بقى؟ M1 اللي هو كل واحد 70 منهم، M2 في 70 over ال A distance squared اللي هي 2 squared اللي هي 4. طيب حد كده لو معاه كالكوليتور يحاول يحسب ال value دي تطلع بقد ايه؟ حد معاك كالكوليتر يا جماعه؟ ثواني هقوم اجيبها. 3 معايا بزيرو. 3 بايه؟ زيرو. الكالكوليتر طلع بزيرو؟ مش على 4 ولا ايه؟ هي يعني بص بالاخر على 4. هي على 4 اه. طلع بزيرو. طيب تعالى بعيدا عن الزي، طب بص اعمل ملتبليكيشن كده ل 70 باي 70 تمام؟ multiply by 6.67 over 4 شوف ده هيطلع بكام؟ من غير ال 10 وده والسالب 11 يعني سيبها هحطها زي ما هي برضو هتطلع تقريبا بحاجه صغيره قوي تمام؟ المهم يعني في الاخر ايه؟ ان هي مثلا let's say مثلا هتطلع حاجه 10 باور نيجاتيف 8 مثلا 10 باور نيجاتيف 8 ايه؟ نيوتن. طيب هل ال 10 باور نيجاتيف 8 ده يعتبر حاجه؟ هل ده يعتبر حاجه يا جماعه؟ حاجه صغيره قوي يعني ايه؟ الماجنتيود بتاعها صغير جدا. طيب انا عارف ان اي فورس في الدنيا مثلا انا تعالوا ايه؟ مثلا انا وصاحبي واقفين قصاد بعض كل واحد فينا 70 كيلو انا عايز اشوف ايه؟ وصاحبي بيعمل عليا فورس بايه؟ ب 70 مثلا ايه اللي هي 10 باور نيجاتيف ايه 8 نيوتن. طيب اي فورس في الدنيا عباره عن ايه؟ عن ماس في اكسلريشن صح؟ ايوه انا الماس بتاعتي ايه 70 تمام وهو الاكس في الاكسلريشن اللي هو ايه نتيجه الاتراكشن اللي هو عامله عليا. فانا لو جيت احسب الاكسلريشن هلاقيها تقريبا يعني 1 اوفر 7 ملتبلايد باي ايه 10 باور نيجاتيف 9 متر بالسكند سكوير. هل اصلا انا احس باكسلريشن زي دي؟ لا بس فعشان كده انا انا مثلا كل اثنين قصاد بعض واقفين مع في بينهم اتراكشن فورس بس ما بحسش بيه عشان الاكسلريشن ديو تو الفورس دي تبقى حاجه صغيره جدا جدا جدا. طيب تعال حاجه ثانيه هو بيقول ايه؟ الاكسلريشن دي بتاعت ايه؟ الايه؟ الاكسلريشن دي بتاعت ايه؟ مش انا في انا واقف قدام صاحبي وصاحبي بيعمل اتراكشن فورس عليا؟ تمام اي فورس بينتج عنها اكسلريشن صح؟ اه فانا بحسب الاكسلريشن ديو تو الاتراكشن فورس اللي صاحبي عاملها عليا ونفس الكلام برضو الاتراكشن فورس اللي انا عاملها على صاحبي اثر عليه الاكسلريشن صغيره جدا. طيب اصلا هي الديستانس بتبقى من السنتر بتاع البودي ولا ايه؟ ما هو ثانيه بس يا جماعه انا بقول لسه بعتبر تو بارتكلز لسه مستني على الحته دي لسه تمام؟ طيب دلوقتي انا هو عندي ايه يعني عندي يعتبر كده ما فيش. طيب دلوقتي انا عندي بيقول every particle in the universe attracts every ايه other particle. طب معنى كده انا مثلا تخيلوا اهو لو واقف حواليا واحد صاحبي هنا واحد صاحبي هنا وفي حيطه هنا ومش عارف وفي كرسي هنا ومش عارف وفي مش عارف شجره هنا مش عارف ايه هنا ومش عارف ايه هنا. طيب تعالوا كده الحيطه بتعمل لي اتراكشن ناحيه هنا وفي حاجه كمان هنا مثلا وده بيعمل لي اتراكشن ناحيه هنا وده بيعمل لي اتراكشن ناحيه هنا وده اتراكشن ناحيه هنا وده بيعمل عليا اتراكشن ناحيه هنا وده بيعمل اتراكشن ناحيه هنا وده بيعمل اتراكشن ناحيه هنا. طيب اليونيفرس فيه يعني ممكن نقول تريليونز اوف بوديز او حاجه اكبر من تريليونز مليون مره كمان. طيب كل الحاجات دي بيعمل لي ايه اتراكشن في دايركشنز مختلفه والاتراكشنز دي كلها اصلا فورسز كلها فاليو صغيره جدا وكلها في دايركشنز كده والفورس ده عباره عن فيكتور. ففي الاخر هنلاقي ان الفورسز دي كلها بايه هتكنسل بعضها وان هي في الاخر هتلاقي لي بايه بزيرو صح؟ تمام. فعشان كده نفسي مش حاسس بتاثير اي فورس عليا. طيب احنا كده ايه جينا نتكلم عن الايفكت بتاع ايه الفورسز على بعض.
طيب احنا اتفقنا ان الفورس ايه بنعملها as a vector، تمام؟ الفورس دي بنعملها ايه as a vector، وناخد بالنا ان هي كلها attraction force يا جماعه. طيب دلوقتي يبقى انا ايه مثلا لو انا عندي انا موجود هنا او في حاجه موجوده هنا، في مثلا جسم تاني موجود هنا وجسم تاني موجود هنا. دلوقتي لو ده عمل على ده ايه، ده مثلا 1 و2 و3. طيب 1 مثلا هنا 3 متر وهنا 4 متر. طيب لو انا عايز اشوف الفورسز اللي بتاثر على 2، حلو، هيبقى ايه؟ هتبقى عباره عن جي ام 1 ام 2 اوفر 3 سكوير اللي هي ب 9. ده الايه الفورس اللي بيعملها ايه 1 على 2، تبقى في الدايركشن ده كده. طب انا عايز اشوف الفورس اللي بيعملها 3 على 2، تبقى في الدايركشن ده لان هي اتراكشن فورس. طيب يبقى انا عندي ايه، هتبقى عباره عن جي ام 1 ام 2 اوفر الديستانس سكوير في الحاله دي اللي هي ايه تعتبر 4 سكوير اللي هي ايه 16. طيب بما ان الاثنين تو ايه فيكتورز والاثنين عكس بعض، فان ايه هنطرحهم من بعض وهيبقى الدايركشن في الاخر ايه هو الاتجاه بتاع ايه الكبير، تمام؟ تمام كده يا جماعه؟ ايوه تمام. طيب وطبعا لو حبيت اجيب على الديستانس على اي فورس عادي هحسبها واجيب الديستانس والدنيا ايه حلو. طب ده كده ايه الدنيا كده حلو. طيب لو انا فكرت بقى ايه اجيب الديستانس ما بين حاجتين لا ضخمين شويه، يعني ده عامل كده مثلا تمام وده عامل ايه كده، والديستانس ما بين ده وده مثلا 4 متر، هنا بقى هيظهر لي ايه الكونسبت بتاع السنتر اوف ماس. طيب السنتر اوف ماس ده الاول كده كحاجه مثلا كاكسبيرمنت، حد منكم مثلا فكر قبل كده يجيب ريموت التلفزيون مثلا ويحط صابع تحته هيلاقي ان ساعات في مره من المرات هو بيحط الصابع تحت مكان من الاماكن ان الريموت ما بيتحركش ثابت؟ حد عمل حركه دي قبل كده يا جماعه او تليفون او اي حاجه؟ اه هو بيتحرك مش ثابت، يعني في نقطه معينه هتيجي عندها لو انت حطيت صابعك تحتها هتلاقي فعلا التلفزيون هتلاقي ان الريموت مثلا او التليفون ما بيتحركش، صح؟ النقطه دي اسمها السنتر اوف ماس. طيب يعني ايه السنتر اوف ماس؟ السنتر اوف ماس ده تمام ككونسبت يعني بيقول ايه ان تقريبا يعني بيقول ان ده عباره عن بوينت ان بيكون عندها الويت بتاع الجسم او الماس بتاع الجسم ابير تو بي ايه كونسنتريتد. يعني انت مثلا ايه تعالوا نتخيل مثلا انا عندي جسم عباره عن ايه مثلا مربع، تمام؟ انا عندي ايه في فورسز يعني لو جينا نجيب مثلا النقطه دي الماس بتاعها الويت بتاعها مثلا تاثيره نازل لكده، نازل ناحيه الارض كده، والحته دي مثلا نازله كده، ومش عارف ايه دي نازله كده، مش عارف ايه نازله كده. طيب في الحاله دي انا ممكن ايه اعتبر اعبر عن السمشن بتاع الويتس بتاع كل بتاع يعني مثلا انا عندي ايه الجسم بيتكون من ملايين الاتومز مثلا، انا لو مثلا كل اتوم تبقى ناحيه السنتر بتاع الاس ناحيه السنتر بتاع الاس مش عارف ايه. طيب انا السنتر اوف ماس دي او السنتر اوف جرافيتي دي يعتبر كده ممكن اعمل في كونسيدريشن ان ايه كل الوزن بتاع الجسم ايه بيتركز عندها. يعني انا مثلا اهو عندي جسم كده عامل كده، فانا ممكن اعتبر ان الوزن بتاع الجسم كله بيتركز عند ايه السنتر اوف ماس بتاع ايه الجسم ده، تمام؟ تمام. طب ليه بقى انا لما باجي احط مثلا ايه جبت ريموت او تليفون مثلا وحطه على صبعي وحطه تحت السنتر اوف ماس بالظبط، مش انا صبعي بيعمل فورس لفوق كده على الجسم صح، والويت بتاعه بيكون نازل لتحت كده، فبالتالي ايه وبيكونوا الاثنين قد بعض، فبالتالي ايه ده بيكنسل ده، فالجسم ما بيكونش عليه ايه يبقى الريزلتنت اوف فورسز على الجسم بزيرو، فالجسم ايه زيرو حاله ايه اكواليبريم، فيبقى اكواليبريم تمام. طيب دلوقتي مثلا في المره دي مثلا هتكلم عن السنتر اوف جرافيتي كحاجه سيمبل، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عنها بديتيلز، بس مثلا في الاجسام السيمبل مثلا زي السيركل السنتر اوف جرافيتي بتاعها يعتبر ايه السنتر بتاع السيركل دي، والسفير
السنتر اوف جرافيتي بتاعها يعتبر هو السيرك هو السنتر بتاعها برضو. طيب انا لو عندي ال اسمه ده السكوير بيعتبر برضو ان السنتر اوف جرافيتي بتاعه هو ايه الانترسكشن بتاع الدياجونالز بتاعه. انا عندي مثلا في التراينجل بعتبر ان السنتر اوف جرافيتي بتاع التراينجل هو البوينت اوف انترسكشن بتاع كان اسمها ايه كان اللي هو كان ثانيه الحته اللي كانت بتقسم اللاين اللي كان بيوصل بين السنتر لحد البوينت بتاع النص كان اسمه ايه الميديانز. تمام. البوينت اوف انترسكشن بتاع الميديانز كلها بتبقى هي ايه السنتر اوف جرافيتي بتاع ايه التراينجل. يبقى انا دي الاشكال السيمبل دي عارف ايه مكان السنتر اوف جرافيتي بتاعها. طيب تعالى مثلا لبارتكل صغير قوي 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 تمام وبارتكل تاني الديستنس ما بينهم مثلا ليتس سي 100 متر مثلا 100 متر او مثلا متر واحد حتى. طيب وهنا ما بين الحته دي لحد نهايه الجسم مثلا الحته دي كلها يعتبر ايه 1 ملم تمام. وهنا برضو ايه بين ده وده يعني ما بين السنتر اوف جرافيتي بتاع السيركل دي لحد براها تعتبر 1 ملم. هل ده كومبيرابل بالمتر؟ يعني هل لو انا شلت الكالكوليشنز هيفرق في حاجه؟ لا. حلو قوي. طب لو انا جبت الديستنس دي 4 متر مثلا وهنا عندي السنتر اوف جرافيتي بتاع ده عامل مثلا ديستنس عباره عن مثلا 25 سنتيمتر وده مثلا من هنا لهنا عامل مثلا بين السنتر اوف جرافيتي بتاعه عامل مثلا مثلا 30 سنتيمتر. طيب ال 30 سنتيمتر وال 25 سنتيمتر يعتبروا ايه؟ حاجه كومبارابل بالنسبه لل 4 متر صح؟ يبقى هما ايه؟ هيفرقوا. وانا بحب لازم اجيب ايه؟ المسافه ما بين السنتر اوف جرافيتي بتاع ده للسنتر اوف جرافيتي بتاع ده. هنا كنت ممكن اعمل لها نجلكتنج انما في حاجه زي دي لا هي ما عدتش ايه؟ صغيره فلازم ايه؟ احطها في الحسبان. يبقى هو الديستنس اللي في اللو عندي بتبقى الديستنس بتوين ذا سنتر اوف جرافيتيز اوف ذا ايه؟ تو بوديز. تمام؟ طيب يبقى تعالوا مثلا ايه بقى نخش على سكيل كبير بقى اللي هو السكيل بتاع الكواكب بقى. انا عندي مثلا معظم الكواكب بتبقى على شكل ايه؟ سفير صح؟ ايوه. فالسنتر اوف جرافيتي يبقى هو ايه؟ السنتر بتاع السفير. طيب انا مثلا لو جيت اقول قلت مثلا ده مثلا الارض وده مثلا كوكب تاني. طيب دلوقتي الديستنس ما بينهم كام؟ ليتس سي مثلا نقول مثلا كام؟ نقول ده 4000 كل مثلا نقول 100000 كيلو مثلا تمام 100000 كيلو. طيب السنتر بتاع الارض يعني ممكن نقول ان هو مثلا عباره عن ايه 6000 كيلو متر والريديس بتاع الكوكب الثاني مثلا ممكن نقول ان هو ايه 5000 كيلو متر. طيب انا دلوقتي لو انا عايز ايه ومثلا والماس بتاع ده مثلا بتاع الكوكب ده مثلا ممكن نقول ان هو 10 باور 24 كيلو جرام وبتاع الارض نقول مثلا ان هو عباره عن ايه 5 ملتبلاي باي 10 باور 24 كيلو جرام. دلوقتي انا عايز احسب ايه الاتراكشن فورس ما بين ايه الاثنين او جرافيتيشنال فورس ما بين الاثنين. طيب مبدئيا كده دلوقتي انا عندي الديستنس ما بينهم كام؟ الديستنس المفروض احطها في الكرون بقى هتبقى الريديوس ده بلس الديستنس دي بلس الريديوس ده فهيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي هقول ان هي دي تمام وده عندي ار1 وده عندي ايه ار2 فهيبقى عندي الديستنس اللي في اللو عبارة عن D plus R1 plus R2 plus R2 وطبعا كل ده يبقى ايه يا جماعة؟ سكوير وطبعا هملتبلاي فوق ايه بقى؟ بس طبعا يا جماعة هنحولها من ايه؟ من كيلومتر لايه؟ لمتر تمام؟ يبقى اي حاجة في اللو ده هنحولها من كيلومتر لمتر تمام؟ وفوق يبقى ايه؟ الجي في الماس بتاع الاول
بتاع الارض وفي المس بتاع التاني اللي هو الكوكب التاني. طيب يبقى ده ايه الاتراكشن فورس اللي بيعملها الكوكب ده على الارض، وهي هي الاتراكشن فورس اللي بيعملها الارض على الكوكب ده. تمام بس اوبوزيت دايركشن. اوبوزيت دايركشن، الاثنين نفس الايه ماجنيتيود. ماجنيتيود مفهوم كده يا جماعه الكلام ده؟ مفهوم. طيب بما اننا بقى جينا نتكلم عن الكلام ده، احنا اتفقنا ان ده الفورس دي تعتبر من انواع ايه الفيلد فورس، صح؟ ايوه. فنيجي الفيلد ده بالعربي يعني المجال، فاحنا بقى نيجي نتكلم عن ايه الجرافيتيشنال فيلد او مجال الجاذبيه بتاع حاجه. طيب بما ان دي فيلد فورسز بتاثر من بعيد، فلازم يبقى في ايه، في حاجه اسمها فيلد لاينز. الفيلد لاينز دي حاجه تخيليه، احنا ايه ما بنقدرش ايه نشوفها. بس في حاله الفيلد، في حاله الجرافيتي، عشان في مثلا في ماجنتيك فيلد، في الكتريك فيلد، في حاجات كتير قوي، بس الفيلد في حاله الجرافيتي بيبقى ايه، الفيلد لاينز بتاعت الجرافيتي بتبقى داخله ناحيه ايه الجسم كده. يعني مثلا هنا احنا بنسمع عن مجال الجاذبيه بتاع الارض بيبقى ايه ناحيه ايه الارض، ناحيه الارض كده. تمام اهو ناحيه الارض دي كده اسمها ايه الفيلد لاينز، ده كلها كده ايه متوجهه ناحيه الارض كده. لو احنا بصينا عليها كده فيلد لاينز كلها ناحيه الارض. طيب دلوقتي طبعا يعني ايه في حاجه مثلا زي الالكتريك فورس، لو حاجه مثلا بوزيتيف تشارج بتبقى طالعه من التشارج عامله كده بتبقى طالعه، انما لو نيجاتيف تشارج بتبقى داخله ايه جواها. طيب دلوقتي الفيلد ده انا عايز احسب ايه الماجنيتيود بتاعه عند اي نقطه بعيده عن ايه عن الجسم، يعني عند اي نقطه بعيده عن الكوكب ده، صح؟ طيب انا لو مثلا عايز احسب الماجنيتيود بتاع الجرافيتيشنال فيلد عند الايه عند مثلا عند السيرفيس بتاع الكوكب بالظبط، فانا هعملها ازاي؟ انا عندي اللي بيقول ان ايه اسمها جي، ده بقى اللي هو الجرافيتيشنال فيلد، عباره عن جي في الماس بتاع الجسم اوفر الايه الديستانس سكوير. الديستانس دي منين؟ اول السنتر اوف جرافيتي. طيب في الحاله دي عند السيرفيس بتاع الكوكب بالظبط، فهيبقى ايه عباره عن ايه جي ام اوفر الار سكوير اللي هو الريدز بتاع ايه الكوكب. يبقى ده الماجنيتيود بتاع الجرافيتيشنال فيلد عند ايه السنتر بتاع ايه قصدي عند السيرفيس بتاع الكوكب. طيب لو جينا نطلع بره بعيد شويه مثلا عن نقطه زي دي كده بينها وما بين الكوكب ديستانس دي، في الحاله دي بقى هيبقى الجي عباره عن ايه بقى جي ام، والديستانس في الحاله دي يا جماعه تبقى ايه ار بلس دي، تبقى كل ده ايه اول سكوير. مفهوم يا جماعه الكلام ده؟ اخر ايكويشن لو ايه اللي حصل، انا دلوقتي بقيت عايز اقيسها عند نقطه بعيده عن السيرفس بتاع الكوكب ده بديستانس دي، فبقى دلوقتي عندي الديستانس من السنتر اوف جرافيتي بتاع الارض هيبقى قد ايه ار بلس دي، صح؟ هيبقى الراديوس والديستانس بتوين التو بوينت، ايوه هنجمعهم على بعض. تمام ماشي. طيب طب لو جينا عند بوينت جوه الارض على عمق جوه الارض الراديوس ماينس الديست، طيب في حاجه دلوقتي، هل الارض بتاثر بالماس بتاعها كلها؟ بتاثر بالماس كلها؟ لا بص، هنا مثلا انت على السيرفس الارض، الارض انت هنا بره الارض بتعمل بايه؟ الماس بتاع الارض كلها يعتبر افكتيف ماس. لو انت عند حته هنا كده الجزء اللي بره، يعني مثلا انت تخيل كده مثلا اهو دي الارض وانت عند العمق كده مثلا، هل الماس بتاع الارض كلها بتاثر عليك وانت جوه ولا جزء؟ لا الحته اللي انا فيها بس، صح؟ لا الجزء اللي انا فيه اللي هو الحته دي احنا بنتكلم كانها بتعمل عليك اتراكشن لجوه، فهو ايه الحاجه اللي بتعمل عليك لجوه اللي هو الجزء ده بس، انما الجزء اللي بره ماليش دعوه بيه، صح؟ طيب انا عندي هيبقى عباره عندي بقى عن ايه هيبقى عباره عن جي ام اوفر الديستانس سكوير، صح؟
طب يبقى في الحالة دي أنا الريليشن directly proportion مع الديستانس ولا inversely proportion؟ inversely. عظيم. طب هي directly ازاي بقى يا جماعة؟ احنا اتفقنا هو جزء بس من الايه؟ من الـ من الماس بتاع الارض هي اللي بتأثر صح؟ طيب الماس بتاع الارض دي، الارض دي عبارة عن سفير تمام؟ طب السفير اي ماس في الدنيا عبارة عن ايه؟ مش هي عبارة عن density في فوليوم؟ حلو. والفوليوم عبارة عن ايه؟ بتاع السفير 4 over 3 by r power 3 صح؟ تمام؟ تمام. في الحالة دي انا هيبقى عندي ايه؟ g وهشيل ال m وحط بدلها الرو اللي هو الدنستي بتاع الارض اللي هو الافريج دنستي بتاع الارض مطلوب لها باي ايه؟ الفوليوم اللي هو عبارة عن 4 over 3 هنا by r power 3 وده عندي الديستانس سكوير دي يعتبر ايه؟ هو الريديوس بتاع السفير اللي جوه دي اوفر ار باور ثانيه ما شايف فين تمام اهو اوفر ار باور ايه 2 فالايه الار باور 2 هتروح مع الباور 3 اللي فوق فيبقى عباره عن ايه بقى جي ملتبلايد باي الافرج دنسيتي بتاع الارض ملتبلايد باي 4 اوفر 3 ملتبلايد باي بار باي في الار باي ار طيب طب طالما انا جوه الارض يبقى بص لو انا جيت اعملها كده ايه كريليشن للجي بره وجوه طيب لو انا خدت بالي انا ايه كل ما ابعد يعني هنا يعني يعتبر الجرافيتي عند السنتر بايه بزيرو صح الجرافيتيشنال فيلد عند السنتر بزيرو صح كده لان الديستانس بزيرو تمام طيب كل ما ابعد ايه الديستانس هتبدا ايه تزيد تزيد فبالتالي ايه الجرافيتيشنال فيلد ايه هتزيد صح هتزيد تمام طيب يبقى هتفضل ايه العلاقه بينهم ايه لينير ريليشن شيب هتفضل تزيد صح كده تمام طيب لحد ما نوصل لو احنا وصلنا للسيرفيس بتاع الارض بقى دلوقتي في الحاله دي الارض بتاثر بايه بكل الماس بتاعها صح فهنوصل لماكسيمم فاليو طيب طلعنا بقى من السيرفيس بتاع الارض بعد كده ايه اللي هيحصل اتفقنا بعد ما نطلع من السيرفيس بتاع الارض الريليشن ما بين البعد وما بين السترينث بتاع الفيلد بيقل ولا بيزيد بقى بره؟ بيقل صح؟ بيقل تمام عشان خلاص بقى دلوقتي انا اصبح الارض عندي الكتله الفعاله بتاع الارض كلها خلاص اللي هي الكتله كلها فبقى ايه؟ الكتله ثابته فكل ما ابعد كل ما ايه؟ الفيلد هيقل صح؟ لكن الديستنس بتزيد هي الديستنس بتزيد بس الفيلد بيقل بره الارض صح كده؟ تمام تمام يبقى انفرسل يعني هتبقى ايه؟ انفرسبل بوش طبعا والحته دي اللي عندها الماكسيمم اللي هي بقى؟ الراديوس بتاع الارث اللي هي عندها عند السيرفيس بالظبط صح تمام مفهوم يا جماعه الكلام الحته دي كده ولا لا حد عنده مشكله فيها طب والبلس والماينس دول انا استخدمتهم في ايه فين البلس وفين الماينس ده لما يبقى داخل لجوه لما يبقى طالع لبره لا 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 انا بعرفك شكل ده مش عندكم في المنهج اصلا السنه الجايه انا بعرفك بس شكل الفيلد بتاعهم عامل ازاي يعني الفيلد لاينز يعني عايز اعرفكم ايه ان في فيلد لاينز بتبقى طالعه من بره الحاجه وفي فيلد لاينز داخله انما في حاله الجرافيتي تبقى كلها داخله للجسم بس تمام طيب لو انا جيت بقى هنا ايه حطيت جسم في قلب الجرافيتيشنال فيلد بتاع الارض في الحاله دي الارض هتعمل عليه بقى اتراكشن صح صح يا جماعه الجسم ده اسمه ام سمول والارض اسمها ام كابيتال ففي الحاله دي انا عارف الاتراكشن فورس ما بين الارض وما بين الام سمول ده هتبقى عباره عن ايه الاف تبقى عباره عن جي ام كابيتال اللي هي بتاع الارض في الام سمول اوفر الديستانس ما بينهم سكويرد طيب انا لو شلت الجي ام اوفر الديستانس سكويرد دي مش انا ينفع احط مكانها الجي سمول صح يا جماعه؟ ايوه ايوه تمام يبقى انا احط الجي سمول فبقى عندي ايه؟ ان الجي في الام سمول لو انا حبيت اجيب الفورس اللي بتاثر على جسم معين يبقى انا هضرب الجرافيتيشنال فيلد بتاع الارض الجرافيتيشنال فيلد سترينث بتاع الارض هضربها في الماس ده يديني ايه؟ الفورس اللي بتاثر طيب تعالوا كده طب في الحاله دي
انا ايه الارض بتعمل ايه اتراكشن على الماس دي ناحيه الارض اللي هو في اتجاه الفيلد لاين صح كده. طيب تعالوا ايه نشوف الجسم. الجسم اللي موجود الصغير ده الفيلد لاينز بتاعته طالعه منه، فالارض ايه موجوده في قلب ايه يعتبر هتقابل الفيلد لاينز ده، فيبقى ايه في الحاله دي الجي بتاع الجسم ده تبقى عباره عن ايه بقى يا جماعه؟ جي في الماس بتاع الجسم الصغير اوفر الديستانس سكوير. طيب دخلنا الارض في المجال بتاعته في المجال بتاعه، ففي الحاله دي يبقى ايه هنضرب الجي الفورس اللي عباره عن ايه الجي بتاعته مضروبه في الماس بتاع الارث اللي هي عباره عن جي ام ام اوفر ايه ار سكوير. طيب بما ان الجسم ده قصدي معلش الفيلد لاينز بتاعته داخله مش خارجه منه، فبالتالي ايه هيعمل اتراكشن على الايه على الارض في ناحيه ايه الفيلد لاينز بتاعته، فبالتالي هو عمل اتراكشن فورس على ايه على الارض. تمام تمام كده يا جماعه انتوا معايا؟ هو معاك اه تمام. طيب انا دلوقتي كده في الحاله دي ايه لقيت ان هو فعلا كل واحد فيهم بيعمل ايه له في كل جسم حرفيا كل جسم في الكون له جرافيتيشنال فيلد بيبقى اللاينز بتاعته ايه ناحيته. طيب ولو انا حبيت احسب الجرافيتيشنال فيلد سترينث عند اي نقطه تبقى عباره عن جي ام اوفر ايه دي سكوير. طيب لو انا حطيت جسم عند النقطه دي حبيت اشوف الفورس اللي بتاثر عليه تبقى عباره عن ايه جي في الايه الماس ده. طيب انا عندي ايه فورس عباره عن ايه عن ماس في اكسلريشن. طيب انا لو جيت اشوف في الكلام ده انا عندي ايه الفورس انا عندي الاكسلريشن في الحاله دي مش تعتبر هي الجرافيتيشنال فيلد سترينث صح؟ يعني مثلا عندي جسم واقع في قلب المجال بتاع الارض مجال الجاذبيه بتاع الارض مش انا عندي الفورس اللي بتاثر عليه بتبقى عباره عن ماس في اكسلريشن، فانا عندي ايه ده الماس بتاع الجسم فيعتبر دي ايه الاكسلريشن. مش الاكسلريشن دي هي يعتبر الجرافيتيشنال فيلد سترينث صح؟ وهي ايه بقى اللي احنا كنا بنقول عليها ايه الجي اللي هي يعتبر ايه الفري فول اكسلريشن صح؟ تمام. طيب يبقى انا بحسب الفري فول اكسلريشن ازاي بقى؟ جي ام بتاع الارث اوفر الديستانس سكويرد واضربها في الماس بتاع الجسم عشان يديني ايه الجرافيتيشنال فورس اللي بتاثر على الجسم او ما يسمى ايه بقى الويت بتاع الجسم. تمام اه تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن الجرافيتيشنال فيلد سترينث وعن الكلام ده. طيب الجرافيتيشنال فيلد ده ما هي الا ايه؟ فيكتور برضو صح؟ لان انا عندي الاف عباره عن ام جي والجي ده عباره عن فيكتور لان الماس عباره عن ايه؟ حاجه ماجنتيود بس عشان يديني فيكتور يبقى حاجه مضروبه في فيكتور فيبقى هو فيكتور والدايركشن بتاعه ايه؟ ناحيه بتاع الجسم بتاعه الجسم اللي هو السورس بتاع الايه؟ الجرافيتيشنال فيلد. تمام؟ تمام. طب الميتنج يخلص يا جماعه فخش تاني على طول. تمام؟ طب احنا ورانا سيشن نعمل ايه؟ ورانا سيشن خلاص كده النهارده كفايه. تمام. المره الجايه ان شاء الله نكمل. خلاص تمام. المره الجايه تبقى يوم الاحد الساعه 6 هنحدد بس 6 او 7 ان شاء الله يعني. تمام. متاخر ان شاء الله.